راهو جاي العيد وحوسوا على كحك النقاش. اليوم جبت لكم بوسولة تمسوا البنات يجي يدوب في الفم. شوفوا البنات كيفاش يجي مبسس الله يبارك. هنا واش درت له؟ درت له 250 غرام تاع زبده غامولي، زوج صفار البيض، كاس تاع سكر كلاص، مغرفه كبيره تاع لافاني، قرصه تاع الملح، وما ننساوش ربع تاع كاس ربع كاس زيت. وصلت له هنايا 4 كيسان ونص تاع فارينه مع رشه تاع الملح بيان سور. والثاني نزيدوا له بعد ما نلمهم بالسولو نبسوه، نزيدوا له فنجال تاع المزهر. البنات ما نعجنوش لاباط باش تنجحوا فيها ويجيكم يعني هايل، ما تبسوها بسوها ما تعجنوهاش. الغرس هنا واش درت له؟ درت له مغرفه كبيره تاع الزبده ومغرفه كبيره تاع الزيت وشويه جلجلان، وتلموها بالمزهر شويه ماشي بزاف. هنايا ما درتوه على شكل تشويركات البنات، ما درتوش كحك كما راكم تشوفوا، وننقشوا من بالشكل هذا على لي كوتي، ونخليه في الفوق يطيب على 170 درجه، ياخذ التحميره من الفوق ومن التحت. ونزيد له هذيك الرشه تاع السكر كلاص. البنات الله يبارك يقطع لكم واحد الكميه بهاد لاباط، تقطع لكم كميه كبيره البنات. واش نقول لكم، الكوزينه تاعي راهي تعطر بهذيك ريحه المزهر ولا اربع البنات. ماذا بكم البنات اللي شافت هذه الوصفه ودرت الطريقه تاعي؟ تخلي لي تعليقاتكم ولي جيم ودعموني بيان سور، وان شاء الله راهو جايين بزاف وصفات تاع العيد. تهلا في راحتكم، سلام.